اقول النهارده على مشروب سحري حقيقي ان شاء الله باذن الله يعني هيبهرك النتيجه طبعا احنا داخلين على موسم زياده انتاج البيض عند الفراخ البلدي الفتره اللي جايه باذن الله الجو هيبدا يدفي وانتاج البيض ان شاء الله هيزيد معانا الا اذا حصلت الاسباب اللي انا قلتها في الفيديو اللي فات اللي ممكن تقلل من انتاج البيض ولو عايزه الفيديو دوت بتاع الاسباب اللي ممكن تقلل انتاج البيض في في الفتره اللي جايه عشان تاخدي بالك منها او تحطي العلاج المناسب ليها اكتبي لي في التعليقات ونحط لك الرابط بتاعها اما لو ما حصلش او ما فيش الكلام اللي انا قلت عليه المره اللي فاتت فان شاء الله الفتره اللي جايه هي زياده لانتاج البيض بس محتاجه مننا شويه حاجات بسيطه نعملها للفراخ بتاعتنا وان شاء الله ما هيش مكلفه خالص النهارده باذن الله هقول على مشروب حقيقي يعني سحري سحري لزياده انتاج البيض ومضاعفه انتاج البيض عند الفراخ البلدي البياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي إن شاء الله في فيديو بتاع النهاردة في شوية معلومات مهمة لكل حد عايز يربي فراخ بلدي علشان زيادة إنتاج البيض عنده أو يبقى عنده اكتفاء ذاتي من البيض الموضوع على فكرة مش صعب ودلوقتي بقى سهل جدا يعني حتى أنا شفت فيه ناس بتجيب زي مثلا بطاريات عالية شوية وتربي فيها فراخ بلدي يعني ممكن تحطيهم في بلكونة بس تبقى البطارية عالية شوي فخسارة اي حد عنده مكان ومش مربي فيه ولو عشر فرخات على الاقل يبيضوا ليكي ولبيتك فانت تبقي خسرانة كتير ولو حابة تعملي مشروع فانا شجعك جدا ان انت تعملي مشروع لانتاج البيض بس اهم حاجة ان انت تنقي الفراخ الصح النوع الحلو اللي ينتج معك البيض يعني اللي يديكي بيض كويس وياكل قليل هي دي الفرخة اللي تستحق ان انت تقنيها او تربيها في بيتك اما الفرخة اللي تاكل معك كتير وتديكي بيض قليل فدي حرام وقف عليك بخسارة طب ايه افضل انواع الفراخ اللي ربيها؟ اكتبيلي في التعليقات لو انت عايز تعرفي نوع افضل نوع فراخ بلدي لانتاج البيض وانا احط لك الرابط بتاعها علشان ايه ما الفيديو قوي طيب انا جبت الفراخ الحلوه اللي تنفع للبيض اجيبها عمر قد ايه لو جبتها عمر كبير هتكون مكلفه عليكي لو جبتيها عمر صغير هتحتاج مني رعايه وعنايه لو انتي لسه جديده خالص في المجال دوت ومش بتعرفي تحضني الفراخ وتحضني كتاكيت وهم صغيرين ولا تهتمي بيهم ممكن يعني تجيبيهم مثلا عمر 20 يوم يعني هيبقوا غاليين شويه بس مش قوي لو انت عايزة تربيهم من عمر يوم ولسه اول مرة فممكن تستني لحد اخر شهر اربعة يعني على عشرين اربعة كده ان شاء الله وبيبقى الجو جميل جدا بيبقى تقلبات الجو خلاص يعني في مصر بالذات خلاص بطلت انتهت داخلين بقى على الجو اللي هو فيه استقرار شوية وفي دافة وتقدر ان انت ايه لو انت لسه جديدة في الموضوع تعرفي تحضني فراخ كويس كده تمام ده بالنسبه لتحضير الفراخ طيب يا إيه ستي انا اروح اجيب فرختين ادفع عليهم الافات الجنيهات علف واكل والاخر يجيبولي لي كام بيضه لا احنا بنعملش كده احنا بنجيب الفرختين الصغننين عمر يوم وبنربيهم بفضل الله ببدايل العلف من اول عمر يوم ولا بقول لك هاتي ادويه استقبال زي ما زي ما بتشوفي كده والناس بتعمل لا ما عندناش احنا الكلام ده والله العظيم الفراخ اللي قدامك دي انا مربيها عمر يوم ولا أدوية استقبال ولا حتى استهبال ولا تحصينات ولا أي حاجة دول كانوا متربيين مع إيه؟ مع الرومي لو الناس اللي متابعاني دول كانوا متربيين مع الفراخ الرومي وكان من حظهم ما شاء الله لاني كنت مهتمية بالرومي طبعا ومستعنية بيه وكان بياكل بيض بقى وبيض مسلوق وبطاطس وكلام من ده تقدر تعملي ده للفراخ برضو على فكرة يعني هي بضاية واحدة كل أسبوع هتخليك الفراخ زي الفل بضاية مسلوقه كده تحطيها على الاكل في الاول مثلا يومين ثلاثه وبعد كده الاسبوع الجاي يومين ثلاثه وخلاص على كده بطاطس مسلوقه من الرخيصه في السوق بطاطا بتاع المهم لو انت عايزه الرابط بتاع تربيه الفراخ البلدي ديت من اول عمر يوم تجيبي في التعليقات ونحط لك رابط دوره كامله ببدائل علف من غير ما تكلفي نفسك حاجه خالص باي تحابيش كدهوت من عندك من البيت هتعرفي تعملي لهم وجبات واكل وهيكبروا معاك وهيبقوا زي الفل على الاقل هياكلوا الاكل اللي ممكن يترمي خساره او بواقي الاكل اللي فايده منك يبقى انت كده استفدت بيها بدل ما تشيلي ذنبها وترميها كده تمام طيب بالنسبه للامراض ان شاء الله اي مشكله تحصل عندك اكتبي في التعليقات وباذن الله هقول لك على علاج ان شاء الله باذن الله يكون فعال ويجيب من الاخر مش هنقعد نلف وندور ونعمل وصفات ونعمل حاجات لا الوصفات بقى بتنفعنا في ايه يا جماعه بتنفعنا في ان هي بترفع المناعة بتجود بتزود من جودة الحاجة اللي عندك بتنجح الدورة معيك دورة الفراخ بت مثلا بتزود انتاج البيض دي الوصفات الاعشاب استخدمها في الحاجات زي كده اما لا قدر الله حصلت اصابة حصل مرض فانا ما عنديش طولة بال ان انا اقعد واغامر بالحاجة اللي انا ربيتها بتعبي ومجهودي واقعد اعمل لها حاجات ابصر تخف وابصر لا لا انا على طول بقوم عامله دواء واحط ده يجيب معايا من الاخر فاي مشكله تحصل عندي اكتبي في التعليقات بس يا ريت بالتفاصيل بقى تقولي لي الفراخ بتاعتي مش تقولي كمشنه وخلاص او منعت اكل وخلاص لا تقولي مثلا كشين ما بياكلوش عندهم اسهال لونه ايه كل الكلام دوت بيتنفسوا حلو ولا لا بياكلوا كويس بيشربوا كويس الكلام ده كله وان شاء الله اصلا تربيه الفراخ البلدي ابسط مما تتخيلي واحلى حاجه والله العظيم تربيها هي الفراخ البلد الحاجة الوحيدة اللي كانت منهم الصوت العالي واللي وال... 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 هو ايه اول ما تدخلي كده يقوموا هابين في وشك فعايزة مش عايزة الموضوع ده هاتي فراخ الميزة الفراخ الجميزة هي تاني نوع فراخ لإنتاج البيض بعد الفراخ البلدي أنا كنت بقول إن الجميزة رقم واحد بس طبعا يعني الجميزة ممتازة 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 ورقم واحد وجميلة جدا وحلوة في إيه بقى إن الجميزة دي ممكن تاكلي منها لحم يعني تتبحيها منها لحم وتلاقيها زي العسل أحلى من البلدي مليون مرة وكمان حلاوتها ان انت انتاج البيض بتاعها حلوة قوي 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 فالجميزة والبلد الحر الاتنين دول زي بعض انما الجميزة فيها حلوة في انها هادية ما بتعملش هيصة ودوشة زي البلد الحر لو انت عندك جيران وبيتضايقوا بيتضايقوا من الهيصة والدوشة والكلام ده وعايزة حاجة هادية كده تبقى يعني صوتها هادي على قدك هاتي الجميزة لو انتوا الناس اللي هي ممكن تكون مثلا من القاهرة او الجيزة وحابين إن عنوان او تليفون اللي انا كنت جايبه منه الفراخ الجميزه اللي عندي اكتب لكم في التعليقات الرقم بتاعه مفيش اي مشكله هو شغال لحد دلوقتي ما شاء الله بالعكس حسن الشغل بتاعه وبقى يجيب جميزه اكتر وبقى يجيب الفيوم الذهبي والفيوم الفضي الاتنين دول البيور فدول حاجات جميله جدا يعني انا لو ما كنتش جبت فراخ بلدي كتير كنت جبت منه تاني اليومين من دول طيب هتقولي انت كده كلمتي كتير فين المشروب اللي انت بتقولي عليه من الصبح اه ، والله الكلام بتاع يعني الكلام اللي انا بقوله كلام مهم وناس كتيره بتسألني عنه وكلام معاكم مش هيخلص طبعا ، المشروب يا ستي الناس عباره عن ايه؟ ان احنا هنجيب اه اه لتر ميه يعني كوبايتين كبار كده من الميه واحط فيهم معلقه كبيره من الزعتر قصادها معلقه صغيره من حبه البركه حبه البركه اللي هي الحبه السوداء من عند العطار والزعتر سواء جاف او اخضر ماشي بس الجاف ايه احسن عشان هننقعه يعني انا مش هحط عليه ميه سخنه خالص انا هحط عليه ميه بارده عاديه وهجيب ثلاث فصوص ثوم واقشرهم واقطعهم واحطهم في نفس الميه دي واسيب الميه دي ثلاث او اربع ساعات اسيبها كده تتنقع ثلاث او اربع ساعات بعد كده هصفيها بمصفى وهحطها في التلاجة هاخد منها كل يوم كوباية او يعني هقسم اللتر ده على ثلاث مرات بس كل جزء منه على لتر مية يعني المية اللي عندي اللتر ده هقسمه على ثلاث دفعات كل يوم احطه على لتر مية وعطش الفراخ بتاعتي قوي 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 واسقيه لهم اعملي الحكاية دي كل اسبوع ولا هتحتاج ان انت تحطي كالسم ولا مغنيت ولا مش هتحتاج تحطي اي حاجة خلص الفراخ بتاعتك وكمان لو البيض صغير هيكبر وما شاء الله الانتاج بتاعك هيبقى زي الفل لان الزعتر مضاد حيوي حبة البركة ممتازة جدا في علاج مشاكل كتيرة قوي قوي عند الفراخ وطرد الديدان وكل المشاكل اللي بتعاني منها الفراخ والتوم بقى مش يعني حقيقي مش عايزة اقولك قد ايه فوايده رهيبة جدا ممكن كمان لما انت تصفي المشروب ده اللي هتاخديه منه مترمهوش اديه للفراخ برضو على الاكل وهتشوفي النتيجه ان شاء الله باذن الله ممتازه ما تنسوش تكتبوا دعوه حلوه ولو عندك اي اسئله انا ما جاوبتش عليها اكتبيلي في التعليقات وانا اجاوبك عليها ان شاء الله ويا جماعه خدوا جوله في القناه في فيديوهات فاتت كتيره حلوه جدا جدا في القناه دي لو عايزه اي حاجه بخصوص اي حاجه اكتبيلي في التعليقات وانا احط الفيديو بتاعها ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته